السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على صاحب المساحات الضيقة، وين يحضر نفسه في مكان يعني صالح بيع عبود الذي أصبح كارت محروق حرق كشفوه باللي ما صحافي ما والو، كشفوا المهنة تاعو يعني الحقيقية، وهي يقول ما يملى عليه فقط. يعني صحافي اللي ما وصح صحافي اللي ما يعرفش الإعلام تاع السنغال تاع غانا، نهار اللي دارونا هنا يعني يدير الإعلام تاع الجزائر، يدير الإعلام تاع غانا، وقيلا تاع باكستان، ولا معش جابة حطه، ما يعرفش الإعلام تاع غانا. هذا ماهوش مكلف، يعني ماهوش أي مكلف بالإعلام، إهانة. هنا تخسر أصوات، تتقبل أنت يا تلعب كونتر غانا يقلعوا لك الهلال ويديروا لك كتانة جهة خضراء وجهة بيضاء وصاي، ولا يديروا لك غير الهلال جهة خضراء ويديروا لك الهلال ويكتب لك الجزائر، كي تبان لك؟ أيا قول لي كي تبان لك؟ كي تبان لك؟ حنا على ردينا على المساروا 2009 2010، علاه 2009؟ قولوا 2009 علاه؟ تعقلوا شنو اللي يقولوا لنا النجمه؟ راكم عاقلين عليها؟ مي يقولوا لنا النجمه وداروا لنا بيومه بيونه ولا واش اسمها، ما عاقلين عليها. فما قلعنا لهم حنا 2008 2009، خاص اهانه تاع عالم، يعني ماهوش غير كتانه وصايك، تما عالم حاجه تقديس، راك تقدس في العالم تاعك بلادك، أقسام حاجة هذي زعماك ما تنجمش انت تشوف واحد انت كي ما يحترمش علامو تما ما يحترمش بلادو. أنا هاكا نعرفها، كي ما تحترمش بلادك ما تحترمش علامك، تما انت ماش غاديش تحترم بلادك. على ذيك نقولو بلي يا ودي اليوم وين تشوف ناس هذا المكلف بالإعلام، يعني وين نقولوا باللي مؤمن أيت قاسي سوف يعني بنسبة كبيرة سوف يخلف، حتى إنه بدون عمل، وبعد ما أصبح صالح بيع عبود يعني هذا يعني داخل على الصحافة، وين سوف يعني يتم يعني تضحية به، يعني تضحية به، ويخرجوا إعلام، يخرجوا بعض الأشبه بالإعلام، يخرجوا دوب 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 تاريخ بالدولة، يمشيو سيمانه، يمشيو كان جور هكا، يمشيو فاني كان جور مور العيد ولا في بلاصة المقروط، خاطش علاه؟ تعقلوا راني قرب رمضان، كان نهاية يعني قرب العيد الصغير، يعني 5 أيام تالية نهار اللي خرج علينا، كان وقت الكاطو، خرج علينا مسيو مراد مازار، قالكم كلوا المقروط. هذا الخطره فانيك هذه في بلاصه المقروط غادي يديروا لنا صالح بيع عبود، طرد صالح بيع عبود، ويخرجوا ناس ويكمصوها من انا نقول لكم باللي مؤمن سوف يعني كما يقول لك يعني بنسبه كبيره الى ما دارش رئيس الاتحاديه تاع دالي ابراهيم دالي دوحه، خاطر ماشي رئيس اتحاديه هو اللي هي في الحقيقه نورمالمون، يعني الناس اللي تهدر يقول لك سوف نحتل افريقيا وسوف نرعب افريقيا، انت ما عندكش مناجير، كي ما يكونش عندك مسؤول ما عندكش منتخب، هذه هي، كي ما يكونش عندك مسؤول بمعنى الكلمه ما عندكش منتخب. مسلسل تاع عاشور عاشر، مش الشعب راح له، و برهان شتا قالو؟ قال العاشر العاشر شا قالو؟ قالو كيما عندك جمهور كيما عندك شعب، يعني انت ما راكش مالك، انت ما عندكش مسؤول، ما راكش منتخب، باش باي تحتل؟ باش باي تحتل؟ بالبصل هاد البصل راه غالي، باش باي تحتل؟ شا باي تحتل؟ شو كيفاش؟ لو انت ما عندك، انت رئيس اتحاديه ما يجيش، لازم كي يجي المناجر الفلاني وراهو ومكلف بالاعلام انا نديرها، خاطر هذه خاطيه، يعني دالي دوحه، هذه خاطيه دالي دوحه، باش يكون على بالكم، هذه خاطيه دالي دوحه،
دالي دوحة يعني نورمالمون دخلش للسؤال بصح دالي دوحة هي اللي دخل للسؤال ويقارعوا للضربة المناجر مخلينو كلي ذاك لو انكوني المناجر منصب تاع مناجر مخلينه لو انكوني يعني يقارعوا للشعب بركي يلها نرقدو نصيبو مناجر كي نرقدو نصيبو مناجر الناس يقارعوا كيفاش يراخلو يعني اليوم وين شاهدنا وين مسيو كي يسموه السيد اعطوا كلمه سيد مؤمن سيد مؤمن يعني شاهدنا الصوره اللي دارها خاطر لازم يتكلم على الاتحاديه تاع دالي 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 دوحه الصوره اللي دارها يعني مرتبه رابعه يعني في كاس في لافريك مرتبه ثالثه في كي يسموها في ال عندك نشوفو يعني قالك مرتبة 34 مرتبة رابعة 34 عالميا مرتبة ثالثا عربيا ورابعا افريقيا وشتو الصورة اللي دايرها تما لازم يدير رئيس تاع دالي دوحة الصورة تاع دالي دوحة يديرها رئيس تاع دالي دوحة هذه هي لازم يدير ديك التصويره هي نورمالمون دير الاعلام تاع الجزائر دير منتخب جزائري لا هو داير رئيس اتحاديه تاع دالي دوحه وحده داير له زوج تصاوير وحده هاك وحده يمشي بالك بالك وراجي خوف روحك خوفناش حنايا خوف روحك وين هذه هنايا وين هذه الصوره وين تدل على الشتاء الى اعلى حد بلافو وصلت خاطش على بي عبود 2021 ملعبنا امام تونس وربحنا تونس 2-0 في ذيك الليله يدير المنتخب يعني ما قالش منتخب وطني جزائري لا قال الاسم تاع المشرف المنتخب فلاني المشرف انا ما نذكرش اسمه ما خاطر بنادم كي عايرك وكي ما نذكر اسمه اي نذكرش اسمه تاع المشرف هيا والعشيه قلعها عاود دار منتخب وطني الجزائر الغدوه الصباح قلعها في الليل مين ربحنا قال المنتخب المشرف يفوز على هدفين دار المنتخب المشرف هدفين منتخب تونس صفر او كنت منتخب منذر كبير مدرب مقابل مدرب المشرف دارها وهذا الخطر يدير غير تصويره زعما كي نهار تما راه يخدم تما هذا صاحب المساحات ضيقه راه يخدم يعني باش يكون خليفه صالح باي عبود قالت انه بدون عمل بدون عمل يعني ما كاش كاع علي يا خويا ان شاء الله ان شاء الله تبراو في اسرع وقت ان شاء الله بربي ما تطولوش الله يجعل ما تطولوش برك هذا مكان خافوكم تطولوا راني خايفكم تطولوا المرض هذا يطول وكي تبراو يكون سيترو طاهر سواء بنادم اللي يكمي الدخان بزاف يكمي الدخان ايو كي يضره يحبسه بصح يكون تروطار صاي سي بون نهرت هذه هي هذه صاي لها كيما هكا غادي نتوما غادي تبراو بصح تروطار الناس كانوا يحوسوا يروحوا كوب دي مود موراي خلوها يعني ارض محروقه في طول نقعدو غي داونا كوب دي مود عاودوا ردوهم لنا عاودوا اي عاودوا يقولوا فاني دي 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 اي عاودوا دي 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 كي سيبدي كي بسرعه يقولوا يطلقوا ناسهم عاودوا ردوا لنا فلان عاودوا يجي يسيب كلش مسقم وكلش يجي يضرب به ديك 5 سنين ولا اي ومن بعد اي كيما هكا 6 ملايير على بالي بلي دير بها افوني لولادك ولاد ولادك
واه خويا واه، هذه الحقيقة أنا نقولو فيها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، إن شاء الله دايما معكم بجديد، واللي مشي أبوني أبوني معنا، وربي يحفظكم وصحاب طولكم.